صوموا تصحوا، حديث شريف جاء به خير الخلق، الذي قال فيه عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتوصل إلى حقيقته علم الإنسان بعد مرور أكثر من 14 قرنا، حيث قال دكتور فالتر لونغو من جامعة كاليفورنيا الجنوبية: يمكن لأننا معرضون يوميا للكثير من الأغذية لا نستغل نظام الحماية الطبيعي الذي يسمح للجسم بقتل الخلايا السرطانية، لكن بالصوم تسمحون للجسم باستعمال آليات متطورة قادرة على التعرف على الخلايا السيئة وتدميرها طبيعيا. الصوم العلاجي هو الامتناع الكلي أو الجزئي عن إمداد الجسم بالطعام مصحوب أو غير مصحوب باستهلاك الماء. أثناء الصيام يحدث نقص في العناصر الغذائية الضرورية، مما يخلق حالة طوارئ على الجسم التعامل معها من أجل البقاء على قيد الحياة عن طريق نظام حماية طبيعي يدعى الالتهام الذاتي للخلية. الالتهام الذاتي للخلية هو نظام تنظيف وصيانة يحدث فجأة عندما يتعرض الجسم لأي خلل يجعله في حالة طوارئ وقبل أن يصبح الضرر كبير. الالتهام الذاتي مهم لسلامة الجسم لأنه يعيد توظيف الخلايا من جديد بإصلاح بعض المهام وبالتخلص من بعض النفايات التي تعطل عملها. يسعى جسم الإنسان أن يكون فعالاً لأقصى حد، خاصة فيما يتعلق بمدخراته، يشغل كل وضع طارئ للبقاء على قيد الحياة. الحالات التي يحدث فيها الالتهام الذاتي هي مراحل النمو عند الإجهاد الغذائي كالصوم للتخلص من الجزيئات التالفة في الخلية، عند تعطل عمل البروتينات أو تراكمها للتخلص من مسببات الأمراض داخل الخلية، في حالات الطوارئ القصوى كنقص الأكسجين. ليس هذا فقط، بل يسمح أيضا بتحفيز شيخوخة الخلايا، تنشيط الخلايا المناعية، حماية المورثة من التلف، حماية الخلايا من الموت المبكر، تحفيز استعمال مخزون الطاقة في الخلايا، والحماية من تشكل الأورام. الالتهام الذاتي الجزيئي هو عملية تحليل مجهرية للجزيئات الصغيرة التي يتم بلعمتها من طرف الليزوزوم لإعادة رسكلتها. الالتهام الذاتي الجزيئي يعتبر الأهم لأنه يسمح بتجديد الجزيئات والبروتينات في الخلية بطريقة نوعية أو غير نوعية. مثلا عند حدوث أي نقص في الأحماض الآمينية يتم تحليل البروتينات السيتوبلازمية بالالتهام الذاتي الجزيئي لاسترجاع الأحماض الآمينية الضرورية للجسم. الالتهام الذاتي الكلي هي عملية تحليل لجزيئات أكبر مثل العضيات والبروتينات المتراكمة التي يتم تجميعها داخل حويصلة قبل تسليمها للليزوزوم للتخلص منها، ويتم أيضا بطريقة نوعية أو غير نوعية. هذا النوع من الالتهام الذاتي مختلف عن الاثنين السابقين، حيث دوره إعادة تنشيط البروتينات التي التفافها سيء، لأن البروتين الوظيفي هو البروتين الذي له التفاف سليم. الشبرونات هي بروتينات مراقبة، إذا لم تنجح في إعادة تنشيط البروتين تبقى ملتصقة به مشكلة معقد للتعرف عليها، وبالتالي يتم استعادتها من طرف الليزوزوم وإعادة رسكلتها. هذا النوع من الالتهام الذاتي خاص بالبروتينات القابلة للذوبان ويتم بصفة نوعية. الالتهام الذاتي يتأثر بالعمر والتغذية، حيث أنه يقل مع تغذية سيئة وكلما تقدم العمر، وبالتالي يصبح الجسم معرض لأمراض كثيرة كالسرطان. يعود الفضل للعالم يوشينوري أوسومي الذي تحصل على جائزة نوبل سنة 2016 في تفسير هذه العملية الخلوية.
أثناء الصوم يعتبر الالتهام الذاتي آلية طبيعية لإعادة تنظيم الجسم، حيث تلجأ الخلايا إلى تحليل محتواها من الجزيئات الغير ضرورية والنفايات من أجل إعادة رسكلتها أو التخلص منها حسب الحاجة. إذن الصوم هو عملية تنظيف وإعادة رسكلة لمحتوى الخلية عن طريق الالتهام الذاتي، الذي يسمح بتحويل الجزيئات التالفة والغير ضرورية إلى جزيئات مفيدة. وفي حالة السرطان يسمح بالتخلص من الخلايا السرطانية، التقليل من قدرتها على التكاثر، استقرار المورثة، التقليل من الالتهاب المزمن المحفز للسرطان، يدعم موت الخلايا السرطانية بالعلاج الكيماوي والإشعاعي، وبالتالي تصميم طرق علاج فعالة ضد السرطان. أثناء الصوم ونقص العناصر الغذائية والسكر يفعل الجسم نظام الحماية الطبيعي الالتهام الذاتي للخلية من أجل البقاء على قيد الحياة على عكس الخلايا السرطانية. الصوم يخفض من نسبة السكر في الدم وبالتالي يقلل من النسيج الدهني الأحشائي المحفز لسرطان الثدي، مما يزيد من حساسية الأنسجة للأنسولين وانخفاض نسبته في الدم، فينتج عنه التخلص من حالة فرط الأنسولين المحفز لسرطان الثدي، التقليل من الالتهاب المزمن بالتقليل من السيتوكين الالتهابي المحفز لسرطان الثدي، انخفاض نسبة الأستروجين الذي تنتجه الخلايا الدهنية من تحويل الأندروجين إلى أستروجين والذي يعتبر محفز لسرطان الثدي، انخفاض نسبة هرمون النمو والتكاثر الEGFR المحفز لسرطان الثدي. أثناء الصوم تنخفض نسبة السكر في الدم الذي يعتبر مصدرا للطاقة، فتلجأ الخلايا إلى توفير هذه الأخيرة عن طريق التخلي عن النشاطات التي تستهلك طاقة كبيرة مثل النمو والتكاثر من أجل البقاء على قيد الحياة. لذلك أثناء الصوم تتوقف الخلايا السرطانية عن التكاثر. عند الخضوع للعلاج الكيماوي، الصوم والنقص في العناصر الغذائية والسكر ينشئ حالة حماية خلوية تدعى مقاومة الإجهاد التفاضلي، التي تمكن الخلايا السليمة من حماية نفسها ضد التأثير السام للعلاج الكيماوي، على عكس الخلايا السرطانية التي ليس لها هذه القدرة فتتأثر بسمية العلاج وتموت. الصوم يقوي الجهاز المناعي، حيث يزيد من الخلايا اللمفاوية تي واللمفاوية بي والخلايا القاتلة التي دورها التغلغل داخل الورم والقضاء عليه. إذن الصوم يثبط نمو الخلايا السرطانية وتكاثرها، يقوي الجهاز المناعي والخلايا المناعية القاتلة للخلايا السرطانية، يرفع من حساسية الخلايا السرطانية للعلاج الكيماوي ويزيد من فعاليته، يقلل من الالتهاب المزمن، كما أنه يحسن من عمل البروتين P53 الذي يسمح بتكاثر الخلايا السليمة وتدمير الخلايا السرطانية. في حالة السرطان يتعرض هذا البروتين إلى طفرة تثبط عمله، لكن الصوم ينشطه من جديد. في الولايات المتحدة حوالي 40 شخصا قاموا بالصيام أثناء خضوعهم للعلاج الكيماوي، وأثبتوا أنه بالإضافة إلى إمكانية الصيام أثناء العلاج، فهو أيضا له تأثير إيجابي على الأعراض الجانبية الناتجة عنه مثل التعب، ألام الرأس، القيء، الإسهال، وعلى تحمل العلاج بصفة عامة. الهبوط في كريات الدم الحمراء والبيضاء الناتج عن العلاج الكيماوي، والذي يعتبر سببا رئيسيا في تأخير دورات العلاج ويترك المريض ضعيفة وعرضة للميكروبات، حلها يكمن في الصوم، حيث يحمي الكريات البيضاء والحمراء من أضرار العلاج الكيماوي بتأمين حماية مناعية إضافية. هناك نوعين من الصوم العلاجي: الصوم العلاجي المتقطع والصوم العلاجي المستمر.
الصوم العلاج المتقطع، وهو الامتناع عن إمداد الجسم بالطعام لمدة 20 ساعة متواصلة، ويعتبر طريقة سهلة حيث يمكن تطبيقه مثلا بأخذ وجبة الفطور على الساعة 8 صباحا ووجبة الغداء على الساعة 12 زوالا، ثم الامتناع عن الأكل إلى غاية الساعة 8 صباحا من اليوم التالي. الصوم العلاج المستمر وهو أكثر فعالية، حيث يجب الصوم لمدة 72 ساعة يمتد من الليلة قبل العلاج الكيماوي إلى الليلة بعده مع استهلاك الماء والسوائل المغذية. يساعد على تعزيز فعالية العلاج الكيماوي والتقليل من الأعراض الجانبية، كما أن صيام 3 أيام متواصلة كل شهر مع شرب الماء يساعد على البقاء في صحة جيدة ويحمي من جميع الأمراض. عند القيام بالصوم المستمر يجب تزويد الجسم بالمكملات الغذائية حتى لا تصاب بسوء التغذية. الأضرار الجانبية للصوم العلاجي خفيفة، تتمثل في تعب عابر، غثيان، فقدان وزن فوري، لكن لا تعد شيئا أمام فوائده العظيمة.